تغييراتك يا كابتن اسامه شفتها ازاي؟ منطقيه في انه اولا مصطفى محمد زي ما اتفقنا كان ممكن يبدا اصلا، فنزل مكان زيزو راح مرموش ناحيه الشمال ومصطفى بقى راس حربه، رغم ان برضو مرموش ما انتكش في ناحيه الشمال برضو لما راح ناحيه الشمال، لكن مصطفى محمد في النهايه هو اللي احرز الهدف. صحيح هو يعني ما كانش لحق يعمل حاجه كبيره، بس في النهايه هو اللي جاب لك الثلاث نقط بتسديده وربنا وفقه فيها. ايوه فتغيير كان جيد. ابراهيم عادل وقفشه برضو كان مهم ان ينزله، يعني كنت عايز حد يحرك نص الملعب شويه زي قفشه، رغم انه ما لحقش يعمل حاجه. ابراهيم عادل لما نزل ناحيه الشمال حاول يعمل حاجه بحيويه، بس برضو الوقت ما اسعفوش قوي، يعني ما عملش كوره او كورتين، لكن عمل يعني ايه شبه حركه ناحيه الشمال شويه لما نزل. فهم دول الثلاث تغييرات، فيعني هي تغييرات كانت منطقيه زي ما قلنا ان معظم الناس، لان هو حتى لو غير لعيبه تانية كنت هتقول منطقيه، لانه معظم الناس ما كانتش في الحاله، ما كانتش في الحاله طبعا. حتى الحقيقه كره اتلعبت بالعرض كان يطلع يمسكها عدته، معرفش كانت غريبه جدا النهارده. مش ابو جبل بس عشان ما حدش يقول لك اهلي وزمالك وبتاع، لكن انا بتكلم حتى ايمن اشرف، حتى معمر، حتى حمدي، كل الناس كانت النهارده اقل من مستواها الطبيعي. ما انا بقول لك تحس ان الايقاع اللعيبه دي صراحه الايقاع كان والله نايم. هو لا ما انا بقول لك ده ممكن طول الموسم الماتشات لكم في عونهم برضه يا كابتن.